الكويتية وغيرها طيبة. المندني ما شاء الله كان اول صديق الوالد سيد يوسف روح عمي بدر يوسف وعبد العزيز مو يوسف وعبد العزيز نعم 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 كانوا ربعه بالخمسينات والستينات سبحان الله كانوا معهم مع العماره الديوانيه اللي على البحر اللي هي من ايه؟ ديوانيتنا نسميها العماره احنا بيت مخلي يدي عبد الرحمن المندني حق الضيوف حق اهل البحر وحق التجار كانوا يباتون من الظهر للعصر عنده سبحان الله وتالي عقب العصر يروحون دكاكينهم تالي يروحون البيوت لان بيوتهم فحيحين بعاد عليهم وصعب علينا ينزل الظهر يروح فحيحين فيبات عند عمي عند يدي عبد الرحمن المندني رحمه الله يبات عند الظهر للعصر ويصلي العصر ويروح دكانه سكت من دعي وتالي بعدين عقب المغرب ان شاء الله اذا اذن المغرب يروحون فاهين محلهم يعني كان شغله حداق ولا لا مو حداق تجار هذول معروفين الله يقعدون في وين يعني بحر بهيته قبال قصر السيف قبال شو اسمه سوق السمك الحين المباركية يعني صوب سكة لا سقف صباح الناصر صوب نقعد شمال مني اي الرومي وال اي رومي صوب مسجد الاميري صوب مسجد بورسلا الله يرحمه هني هني يعني كان ديوان المعرفي يم العسعوسي والنصف وهذول كان قبزرد البيت الطرفي اللي قبل الاميري الله يم وتالي بيت رضوان بيت دوار رضوان صح بيت الغانم صح المرسم الخط اي المرسم وتالي بيتنا تالي المسجد ورسلي وتالي بيتنا اخو سعد سعد اخو ناهض يا عمي بدر صديقكم سيد هاشم احمد رفاعي المؤرخ وراني ارخته اربع سترات كان بيت يدنا السيد احمد والسيد هاشم سيد احمد رفاعي كان هم في ريشكم هذا؟ لا هذا فوق لا ورا المسجد ورا المسجد بورسلي اخونا هذا ورا المسجد بورسلي بس احنا مقابل البحر على طول الله انتوا هم كانوا الميدان سكت هم كانوا بالرومي فريج بالرومي هم كانوا ورانا بس احنا هلا والله وعليك حفره العبشه اي هذا فوق صح بس يعني هو منو اشهر ايرانكم؟ عمي نأرخهم تاريخ الكويت وعليك السلام يران شو اسمه بورسلي الله يرحمه خالد أحمد بورسلي وخالد وش اسمه وبيت آل الشيخ يمنى وقبالنا بيت عود العزوبية عبد الرحمن بيت داموني بيت خنادرة هذول كلهم بيت العزوبية من وبيت العصفور صح العصفور يمن هذول كلهم ونعم بالجميع البيت العزوبية من حقه حق واحد قال محيسن ما أجرى كله وهو أجرى قطاعي على العزوبية درية سعود الطلب المحيسن كان بالتربية لا أهوازي لا أهوازي إيه في شعبهم مطرفهم حسن صح نعم نعم بيلي شعب هذول عرب العراق عرب فارس صح لا والنعم بالجميع زين عمي إمام مسجد أخو ناهض بورسلي كان منو كان محمود الله يرحمه محمود مشهدي العوضي محمود الله محمود مشهدي كان إمامنا كان إمام مسجد والخطيب والله ما اذكر اسمه بس برومي والمؤذن المؤذن هو كان يؤذن هو لان عبي بدر سي هاشم الرفاعي يقول انه كان بعد يعني تناوب على الصلاه فيه الملا حسين التركيت نعم نعم بس الامام الراتب الدايم هو محمود مشهدي العواضي محمود العواضي كمان وهو شفيف اي من فريج العواضيه ماشي للبحر لمسجد بورسلي للنهض ويصلي فينا ويمشي سبحان الله وكان يقول المؤذن الفهد فلان الفهد شوفوا سبحان الله العميان كان بالشامية عندنا الله يرحمه الصقعوبي كذي كانوا اثنين يصير الله يعطيهم ياخذ ويعطي يعطيهم يعني همه
حين بعض الناس اصحاء يقول لك لا يا معود لا تطقني طقه ضربه شمس. لا 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 والله ما شاء الله كان يجي ما يقصر. زين انتم ال مندني ما شاء الله اسرك اربع عوائل كنا بالكويت. مندني ابو غفور عائلتنا والقبندي. صح. القبندي منا بعد منا. مبارك القبندي. كان عبد الغفور بالمنصورية بعد يران الوالد كان يجي عند الوالد كان عبد الغفور خالي كان قبل المطبة. صح. قبل المطبة كان هناك بيتهم رئيسي العود يجمعهم طبعا وهو مع خوالي خالي خالد وخالي عبد الغفور. اي صح معروف عبد الغفور ونبي خالي محمود كان مع خالاتي كلهم في بيت واحد مع امنا فاطمه الله يرحمها. اي والله الله يرحمها. هذا كان عمي بدر يقول كانت الحجيه يقول ام يوسف عبد العزيز مندني يقول كلها تسوي لنا الغداء الحلو والعشاء. هذا بالعماره هذول انا اكلمك عن بيت خالي الا بالمطبة الا قبل المطبة بس العماره الله يرحمهم. اي الله يرحمها كان ام يوسف ما تقصر جزاها الله خير تسوي لهم الغديات. يم بيت منو؟ كان على يميننا بيت خبزر. الله. اي وكان جارنا على اليسار بالسكه بيت آل الشيخ وبيت العصفور وبيت بورسلي. صح. كان يمكم ديوان سيد خلف النقيب او هاشم او حامد النقيب يقولون على البحر كان. اي هذول فوق صوب شو اسمه؟ صوب روضان. ايوه زين عمي كان بيت بالشاميه صار الحين ديوان الرفاعي من 20 سنه كان بيت المندني. عبد الغفور شو اسمه؟ ديوان الرفاعي محمد سليمان سيد علي الرفاعي الوزير. أيوة. ابن عمنا واشترى البيت مال البيت عبد الغفور مندني بالشاميه قبالنا كان على الزاويه. والله يجوز ما عندي علم. الله يجوز. وكان واحد حجي علي مندني بعد من اخواننا الجعافره هم صديق الوالد. اي هذول يعني صح عائلتنا احنا صح عائلة مندني سنه. لا والنعم بالجميع. زين عمي من متوفي اليوم؟ اليوم متوفي أمينة الدعية الله يرحمها رحمة الله عليها. الله يرحمها. يعني تقرب لكم؟ كانت بالخالدية معنا بالفريج الخالدية. صح. عيال المدني وآل عمران مع الخالدية بعد وبالفيحة كذلك. الحين منو أنت سكنت بالخالدية عمي ها؟ سكنا بالخالدية من الستينات وبعنا البيت بال 2000 تقريبا. والله. بعنا البيت الخالدية طبعا. من اقدم ناس سكنوا الخالدية يا عمي؟ عطناك والله في ناس قبلنا في العمران وفي الجري في ناس قبلنا وايد. في تذكر احنا سكننا بيت جدتنا زوجة غير جدتنا نورسة الطبطبائي شيخ السيد يوسف الرفاعي زوجة يدنا ساشي محمد الرفاعي المحامي في الخالدية بعد. بالستينات. وفي عيال عمنا عيال عمتي تاج بس احمد الرفاعي ناصر وعبد العزيز العمر فضاله. اي والله ومحمد سليمان مرشد النائب والناس الطيبين الخلف واحمد السليم وخال الوالد اختمه طبطبائي بعد بالخلف والحسينان المختار والنعم فيهم كلهم. انت شنو عمتي نصيحتك لعبره الموت شنو انت؟ كفى بالموت واعظا. الحياه هذه ممر. الله. يسقط فيها من يسقط وينجح فيها من ينجح. الله يتكفل الجميع ان شاء الله باذن الله. امين امين. فاتحه على روحهم جميعا من ذكرنا ومن لم يذكر. الله هذا الولد؟ لا شكرا.